في هذا المكان الضيق والذي يتحكم بأهم بوابة تجارية في العالم، هناك بلد يحارب الغرب والشرق في صراع يهوي بالمنطقة إلى الجحيم. نعم، اليمن يربك كل حسابات الغرب لتتشابك التحالفات معلنة عن خلط الأوراق في المنطقة. فهناك تولد تحالفات جديدة وتتمزق تحالفات انتهت مدة صلاحيتها. الحوثيون وتل أبيب، من سيضرب من؟ ومن سيتحالف مع من ضد من؟ وعلى الجبهة الأخرى تظهر مواقف الدول العربية والتي خيرت بين سندان التطبيع ومطرقة اليمن، حيث تتحالف الإمارات والأردن والبحرين والسعودية مع تل أبيب ضد الحوثيين. وحتى داخل اليمن هناك من سيتحالف مع تل أبيب، ونقصد الحكومة المدعومة من إمارات والسعودية. إذن كيف سينتقم الجيش العبري من الحوثيين الذين وصلت صواريخهم إلى تل أبيب أكثر من مرة وأقلقت المستوطنين هناك؟ وما هي الدول العربية التي ستقف إلى جانب تل أبيب في حربها ضد الحوثيين؟ وكيف ستدعم هذه الدول العربية تل أبيب عسكريا؟ وما هي تداعيات الحرب بين الحوثيين وتل أبيب في المنطقة العربية والغربية ككل؟ إجابة كل تلك الأسئلة ستجدونها في دقائق الفيديو القادمة. تل أبيب تتوعد. سجال الحرب يستعر بين الحوثيين والكيان العبري، وأصبح من غير المستبعد أن يتحول الصراع الإقليمي إلى صراع دولي مرير. فبعد أن وصلوا بصواريخهم البالستية وطائرتهم المسيرة إلى عمق الكيان أكثر من مرة، ونقصد قصف تل أبيب وإخراج ميناء إيلات تماما عن الخدمة، بالإضافة إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء العبري بقصف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 بالتزامن مع وصول نتنياهو، وذلك حسب ما صرح به المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع. هنا توعد الجيش العبري الحركة اليمنية بالحرب بقوله: إن وقت الحوثيين سيأتي، ويبدو أن تل أبيب تريد التخلص من صداع الحوثيين بأي ثمن. فبعد يوم واحد فقط من الوعيد العبري لليمن، قام الجيش العبري بإرسال سرب من الطائرات شنت غارات جوية على أهداف تابعة للحوثيين، وذلك بعد يوم من إعلان الحوثيين عن إطلاق صاروخ باليستي جديد باتجاه تل أبيب. ووفقا لبيان الجيش العبري، تم استهداف محطات توليد الطاقة ومينائين في منطقتي رأس عيسى والحديدة. وأضاف الجيش في بيانه أن الهجوم استهدف بنية تحتية وموانئ تستخدمها حركة الحوثيين لنقل أسلحة إيرانية إلى المنطقة وإمدادات عسكرية بما في ذلك النفط، فيما وصف نصر الدين عامر رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للحوثيين الضربات الجوية العبرية بالفاشلة. وأوضح عبر حسابه على منصة أكس أنه تم اتخاذ الاحتياطات مسبقا، وذلك حسب ما صرح به. وأضاف أن خزانات النفط في ميناء رأس عيسى والحديدة تم تفريغها قبل الضربات، وأن العمليات اليمنية ضد الكيان العبري لن تتوقف، وذلك على حد تعبيره. لذا فالسؤال هنا: ماذا سيكون موقف الدول العربية من الحرب اليمنية العبرية؟ عرب يدعمون تل أبيب. دعني أقول لك يا عزيزي، إنه ليست كل الدول العربية ستدعم اليمن أو حتى ستقف على الحياد، بل هناك دول عربية ستدعم تل أبيب ضد الحوثيين. ففي ظل التحالفات الجديدة في المنطقة وبعد اتفاقيات التطبيع، تلعب الإمارات دورا أساسيا، حيث تسعى لتعزيز نفوذها في الجنوب اليمني، وقد تقدم دعما لوجستيا واستخباراتيا لتل أبيب في حال اندلاع صراع مع الحوثيين، مع احتمال أن تكون قواعدها وموانئها نقطة انطلاق لأي عملية عسكرية. والبحرين التي رغم صغر حجمها إلا أنها توفر لتل أبيب نقاط استراتيجية هامة نظرا لموقعها القريب من إيران واليمن، ما قد يجعلها محطة لتنسيق العمليات الاستخباراتية والعسكرية. أما السعودية فرغم عدم الإعلان العلني عن تعاونها مع الكيان العبري، هناك مؤشرات قوية على وجود تنسيق سري، حيث تستفيد السعودية من التكنولوجيا العسكرية العبرية في صراعها مع الحوثيين. مع إبقاء هذا التعاون بعيدا عن الأنظار لتجنب الغضب الشعبي، ولا ننسى الأردن الذي وقع اتفاقا أمنيا مشتركا مع تل أبيب، حيث يقوم الأردن بإسقاط أي طائرة مسيرة مخترقة أجواءه قبل أن تصل إلى تل أبيب، ما يعكس دوره في حماية الأجواء العبرية والذي قد يتوسع في حال حدوث صراع مع اليمن. وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تتبنى مصر موقفا محايدا تجاه النزاع في اليمن، حيث تركز على استقرارها الداخلي وتتجنب الانخراط المباشر في أي صراعات إقليمية، مما يجعلها غير مشاركة في دعم تل أبيب أو أي طرف آخر. وماذا لو علمت أنه حتى في داخل اليمن نفسه هناك من هم على استعداد لدعم الكيان العبري في صراعه ضد الحوثيين؟ نعم يا عزيزي، تلك الحقيقة، حيث كشفت القنوات العبرية عن وجود قوات في اليمن أعلنت استعدادها للتعاون مع تل أبيب لمواجهة الحوثيين، مثل قوات طارق صالح التابعة للإمارات، والتي لا تحاول حتى إخفاء توجهاتها أو حتى
حتى مساعدة لتل أبيب على استحياء، بل إن طارق صالح نفسه أعلن على الملأ وبمنتهى الصراحة استعداده لمواجهة الحوثيين الذين يستهدفون السفن العبرية. وفي ظل هذا التصعيد وكما قلنا على الأرض الأسبوع الفائت، فإن هناك قوات في جنوب اليمن يبدون الاستعداد للتصدي للتهديد الحوثي وحتى التعاون مع إسرائيل، وهذا ما قاله أحد قادة هذه القوات طارق صالح أثناء تظاهرة بحرية لرجاله مقابل السواحل البحرية لليمن. فهناك تهديد كبير من قبل أذرع إيران تحت مبرر حرب غزة واستهداف السفن الإسرائيلية، بينما هم يريدون استهداف موانئنا وجزرنا وقتل اليمنيين خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة. وهذا أيضا عيدروس زبيدي والمعروف باسم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يمتلك قوة عسكرية ضخمة حيث يعمل أيضا تحت إشراف الإمارات. باركنا يعني التطبيع مع إسرائيل، لأن هذا يعني مبدأ سلام في المنطقة ويؤسس لسلام يعني في المستقبل البعيد بإذن الله تعالى. خنجر في الظهر في الصراع بين الحوثيين وتل أبيب، لن تكون هناك معادلات التحالف أو الدول التي ترتبطها بتل أبيب اتفاقات تطبيع هي فقط العنصر المؤثر في الحرب، بل هناك شيء آخر يبدو وكأنه خنجر في الظهر، ونقصد هنا القواعد العسكرية الأمريكية التي تملأ المنطقة العربية عموما ودول الخليج خصوصا، وبالتأكيد ستضعها واشنطن كلها تحت إمرة حليفتها المدللة، وستشكل القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة العربية تهديدا كبيرا في حال اندلاع نزاع بين تل أبيب واليمن، حيث تقدم دعما لوجستيا واستخباراتيا وتوفر غطاء تحركيا لتنفيذ العمليات العسكرية بسهولة. من بين أبرز هذه القواعد قاعدة العديد في قطر، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط ومجهزة لدعم العمليات العسكرية الجوية والاستخباراتية، مما يمكنها من تنسيق الهجمات أو المراقبة الجوية، كما أن القواعد الأمريكية في الإمارات والبحرين تمثل نقاطا استراتيجية لدعم أي عمليات عسكرية محتملة، سواء من خلال تقديم المساعدة اللوجستية أو السماح للطائرات الحربية بالتحليق في الأجواء الآمنة. السؤال هنا، ما هي التداعيات الإقليمية والدولية لتلك الحرب إن اندلعت؟ المنطقة على صفيح ساخن. دعني أقول لك يا عزيزي، إنه يمكن أن تؤدي التداعيات الإقليمية والدولية لأي تحرك عبري بمساعدة دول عربية ضد اليمن إلى تصعيد الصراع على مستوى إقليمي، مما يزيد من احتمالات نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط، كما أن دعم بعض الدول العربية لتل أبيب في ضرب اليمن قد يعمق الانقسامات داخل المنطقة العربية، خصوصا بين الدول التي تعارض التطبيع أو تدعم اليمن. السؤال لكم الآن مشاهدين، هل سيحسم حلفاء تل أبيب الحرب إلى غير صالح اليمن، أم أن الحوثيين وحلفائهم سيكون لهم رأي آخر؟ أخبرونا في صندوق التعليقات.